انتوا اول ناس تعرفوا الموضوع ده ورا باسكت الزباله كده. اسرع من كده مفيش. روقان والله. اصلها يا جمال ويا زي القماري يا ان مروان هيدخل يعمل عمليه قلب مفتوح. عملنا كام بقى كده يا مروان النهارده؟ تعالوا نوريكم يا جماعه دلوقتي عملنا. صباح الخير يا جماعة. النهارده بقى تجربه جديده يا جماعه مختلفه، وهنسترجع بيها كده شويه ذكريات معاكم. هنشتغل في امازون لمده يوم كامل، وطبعا يا جماعه الشغل في امازون هو عباره عن ان احنا هناخد منهم باكجات ونروح نوصلها للناس. فدلوقتي بقى هننطلق على امازون عشان خاطر فاضل ربع ساعه بالظبط الشغل، وهنعرفكم ايه حكايه الشغلانه دي بالظبط معانا. احنا داخلين رايت ثانك يو. لازم يتاكدوا الاول عشان يفتحوا لنا البوابه ان احنا معانا الابلكيشن وشغالين فعلا. المفروض ان احنا كده وصلنا لاخر شمال امازون فليكس. دخلنا لازم يتاكد من الرخصه الاول عشان يتاكد ان الشخص هو اللي حاجز الميعاد هو اللي هيدخل، مش بعت حد غيره، لان طبعا انت بتحجز الميعاد هنا قبل ميعاد الشغل بتاعك بيوم مثلا. يلا نبدا الشغل يا جماعه. هما كام باكج؟ انا حاسسهم مش كتير بجد. رقم 12. ثانك يو يا عم. اديني ايدي وجعتني. بتبتدي الشغلانه ولا ايه؟ رقم 1 اهي، اول باكج هنوصلها اهي. رقم 15. رقم 6. رقم 10. دي عاشر باكج هنوصلها. ايدي اتلوحت بسببك على فكره. هيتراكموا عليكي كده. هما كده كده قليلين يا مروان مش كتير. القصه بقى اللي هنحكي لكم يا جماعه، كان بيبقى مروان هو اللي مكاني هنا وانا اللي مكانه بره، وهتعرفوا ليه دلوقتي. خلاص خلاص يلا بينا عشان ليه. يلا بينا. ليه ليت على وان باكج؟ اوف بسم الله توكلنا على الله. عشان نوصل لاول باكج قد ايه؟ 24 دقيقة. للأسف يا جماعة الديستنيشن طلع بعيد جدا، 24 دقيقة، وأنا متأكدة أهم طلعنا على طريق سريع، يعني إحنا هنبقى على طريق سريع لمدة 24 دقيقة عشان نوصل لأول باكج. المشوار ده جاي علينا بخسارة كده المرة دي، تعرفوا في الآخر إحنا هنكسب كام النهاردة؟ هنكسب كام من الثلاث ساعات اللي إحنا هنشتغلهم؟ الشغلانة دي يا جماعة كل حاجة فيها بحسابات، فلازم تحسب كل حاجة. إحنا كده على الطريق السريع وهنفضل كده لمدة 25 دقيقة. ايه قصه الشغلانه دي بقى معانا يا جماعه؟ في 2020 من حوالي 3 سنين جت اصعب فتره في حياتنا انا ومروان، وهو ان احنا عرفنا ان مروان هيدخل يعمل عمليه قلب مفتوح. طبعا ما حدش فيكم عارف حاجه عن الكلام ده، لان احنا اختفينا تماما من على السوشيال ميديا ساعتها وما قلناش الاسباب، وبعد كده رجعنا قلنا لكم ان مروان كان بيعمل عمليه، لان بصراحه احنا ضد فكره ان احنا نطلع على السوشيال ميديا ونتاجر بمرضنا. وطبعا بما اني فيتنس كوتش، فطبعا الشغل بتاعي بيخليني ان انا لازم اشيل حديد ولازم اروح امرن الناس في الجيم، فادوني اجازه من الشغل لمده سنه، واضطرينا ان احنا الاثنين نسيب شغلنا عشان خاطر الظروف دي. انا طبعا ميوزك تيتشر وهو فيتنس كوتش، نسيب الكارير بتاعنا خالص ونختار شغلانه تنفع لظروفنا الفتره دي. فاخترنا الشغلانه دي بالذات لان احنا الاثنين كده هنقدر ان احنا نبقى موجودين مع بعض. اي نعم كانت فتره صعبه، بس كبرتنا قدام نفسنا جدا، واشتغلنا مع بعض الشغلانه دي لمده 3 شهور لحد ما مروان يتحسن، وعملنا ذكريات كتيره جدا بالشغلانه دي يا جماعه، وهنوريكم كل تفاصيل الشغلانه النهارده. هو المفروض ان احنا كده وصلنا اول باكج. واحد. اوكي اعمل سكان بقى. لازم بقى يدور على البيت لحد ما يلاقيه. مارو. ايوه بقى مارو. ايوه بقى. يعني لازم يعذبني، ما ردش عليا من اول مره. سلمتها للشخص نفسه ولا حطيتها في حته؟ اه سلمتها للشخص نفسه. عيب عليك انا قديم في الشغلانه. اه طبعا انت هتقول لي. هلو. كيرز هاف ا نايس داي. خلينا بقى نقول لكم يا جماعه ان انتوا اول ناس تعرفوا الموضوع ده، واهلنا كمان هيتفاجئوا بالفيديو ده عشان خاطر احنا كنا بننزل ما بنقولهمش احنا رايحين فين، لان هم كانوا بيبقوا قلقانين علينا طول الوقت ان احنا على الطريق، وبالذات ان مروان عامل عمليه صعبه زي دي. ف سوري. وصلنا عند تاني باكج وانا اللي هوصلها. لقيتيها؟ حاجه ورقه. لا انا مش لاقياها، انا هنزل. رقم 22 صح؟ هو عباره عن ايه؟ بوك فولدر. بوك فولدر بقول. ماشي ما انا لازم اجيب الباكجات. مالك؟ اخيرا نعمل سكان. هلو. هلو. هاف ا نايس داي باي. وتمت المهمة بنجاح. خلاص؟ تمام. أول مرة نعدي في شارع يبقى في محطة قطر كده. القطر. افتح يا سمسم. باكج رقم 3-3 ها؟ تقريبا كانت هنا أهي أهي. باي مارو. تمام؟ ويل دون. عايزين نقول لكم إن من مميزات الشغلانة دي إن أنتوا بتشوفوا مناطق جديدة يا جماعة، بتحسوا إن أنتوا بتتفسحوا وأنتوا بتشتغلوا. وحاجة تانية مهمة جدا، إن مفيش أي مدير بيبقى واقف فوق دماغك يقرفك. مزاج بحلاب كده. بصوا يا جماعه، بصوا الطرق اللي بنمشي فيها، بصوا الشارع ده ازاي، ده اختبار سواقه يا جماعه. الحمد لله ان مروان هو اللي سايق. بصوا العربيه بتصوت. اوباك مانجا وتوفام. انا قلبي ما كانش متاعه. اوكي محتاره ليه؟ مفيش افكار.
الباكج دي كانت رقم 4 من 21 باكج. يلا سار اسرع شويه. بس يا مروان بجع معطلانه كده، اسرع من كده مفيش. روقان والله. 6-6 2-6 يا مان ارجع ورا يا مان ورا كل ورا. حضرها لك انا. الساعه بقت 4:11 واحنا المفروض نخلص ايه 4:45 لا 5:45 3 ساعات. انا عايزه اقول لك ان انا بحمد ربنا ان انت اللي سايق، عشان انا كل ما افتكر انا كنت بشيل لك ازاي لما انا اللي كنت بسوق. يا جماعه انا كنت لسه واخده الرخصه تخيلوا، وانزل يعني اشتغل شغلانه زي دي، فكنت بطلع عين مروان ودركسيون يمين بقى وحاجه زي الفل يعني. يلا بيهايند ويلي بن، يعني حطيها ورا باسكت الزبال. انا عارفه، هو انا بقول لك عشان تترجم لي. 7-7 يا جماعه لو شفتوا ايدي عامله كده ما تستغربوش، انا ممرضه بس شرحتني. بصوا يا جماعه الست دي كانت بالي ان انا اسيبها لها هنا ورا باسكت الزباله كده خبيها يعني، وانا ماشي على الطريق الزراعي وانا مسافر جابلتني صبيه اني حلوه قوي اني وجميله قوي. تقصدي اني هاي ستريت؟ ايوه. ده بقى من العناوين الصعبه. العنوان ده كان صعب قوي. الله 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 الله، في كلاب جوه. طبعا انا جريت. العنوان اللي جاي هنوصل فيه 3 مع بعض. الله يا فرحه ما تمت يا جماعه، 14 دقيقه عشان خاطر نوصل للعنوان اللي جاي. المشكله ان دلوقتي ده وقت خروج المدارس فالدنيا زحمه جدا. في الوقت ده بقى لما بيبقى الطريق طويل كده بنعمل ايه؟ بناكل ونشرب ونشغل اغاني ونغني ونعمل كل حاجه عشان نضيع الوقت لحد ما نوصل. قول عشان ما تقوليش جعان. هو انا جعان فعلا؟ لا انا هعمل هنا اهو اهو. لو شافوكي حبوك وقالوا تيكي 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 تا اصلها يا جمال ويا زي القمر يا زي الملائكه. ايه ده انت بتتنفس في بتتنفس في المكسرات بتاعتي؟ مش ده الميكروفون؟ طب انت شايف ايه عيوب الشغلانه دي من وجهه نظرك بما اننا اشتغلناها اصلا قبل كده فتره؟ يعني اكتر عيب في الشغلانه دي هو ان فلوسها مش كويسه قوي، بعد ما بتطلعي مصاريفك كلها من بنزين وتاكسس والحاجات دي كلها بيبقى لك تقريبا التلت. انا بالنسبه لي عيوبها ان انت طول الوقت على الطريق، فمعرض لا قدر الله ان انت تعمل حادثه او بتطلع على طرق سريعه او كده. فانا متهيألي ان دي يعني اكتر حاجه خطر في الشغلانه، بس باستثناء الحاجات دي بصراحه انا شايفاها احسن من شغلانات كتير جدا، وبالذات ان انت ما عندكش مدير يقرفك. يا باي. لو شفتني انا بعدي المره دي هتهزقني. شفتك وصورتك، ازاي تعدي كده؟ فاضل لنا 7 باكجات ونخلص تمام. انا مش عارفه حاسه ان انا مش هلاقيه. العنوان ده كاتبين فيه حاجات كتير. ها اين انتوا؟ لقيتيه؟ لقيته وحطيته في بوكس كده، هو عامله مليان باكجات، مش عارفه طالب كل امازون تقريبا. يلا يلا ما تقلدنيش، دي بتاعتي انا اللي بقول يلا. تديني الحاجات الصعبه اللي فيها مبالغ كبيره. ايوه امال ايه، امال انا اللي اطلع يعني. تقريبا كده مروان ما لقاش الناس هنا فيخبط على الجيران. محدش جوه؟ طب الجيران، خبط على الجيران ادوها لهم. في الحالات اللي زي دي بقى يا جماعه بنسيب البارسل عند الجيران، وبيبقى في اوبشن كده في امازون ان انت تكتب اسم الجار اللي اخذ البارسل دي، ولما صاحب البارسل هيرجع هياخدها من الجيران. ايه طلعيني طلعيني. وكده يا جماعه وصلنا لاخر بارسل معانا النهارده، هنروح نوصلها ونبقى خلصنا شغل. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه من حاجه كانت هتحصل حالا. خليني اقول لكم بقى انا كنت خايفه من ايه. دايما اخر بارسل يا جماعه كان بيبقى الراجل صاحبها او يعني الناس صحابها مش موجودين، فكنا بنضطر ان احنا نرجع الوير هاوس تاني نرجعها، وده كان هيحصل مع مروان دلوقتي لان الست كانت بره وجت وهو واقف. انا اصلا كنت قلقان لان انا مش لاقي رقم البيت، وبعدين خبطت محدش فتح. في الاخر لقيتها داخله عليك بالعجل. الحمد لله تمت المهمه بنجاح. عملنا كام بقى كده يا مروان؟ تعالوا بقى نوريكم يا جماعه دلوقتي، عملنا 42 جنيه في 3 ساعات. على فكره يا مروان احنا كنا بنحجز زمان الثلاث ساعات ب 45 جنيه استرليني، وغليت دلوقتي عشان البنزين غلي وبقوا يدفعوا 60. انت ازاي حجزتها ب 42؟ هو الاوفر كان كده. لا اوفر وحش. لقينا بقى جنينه بعد اخر بارسل دي هنا، فقلنا نقعد نتكلم كلمتين جد معاكم قبل ما نروح. اول حاجه مهما الدنيا تلطش فيك افضل عافر، ربنا بيقول اسعى عبد ونسعى معاك. ما تقولش بقى لا ده مش الكارير بتاعي، لا ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي، حتى لو الظروف اجبرتك ان انت تخرج بره الكارير بتاعك، ما تقعدش تقول لا انا دكتور ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي. الشغل عمره ما كان عيب. على الاقل في الاخر هتبقى كبير قدام نفسك. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفونا اعملوا سبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.